السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على كذلك وين منظر مؤثر جدا، شرطي بعين تيموشن يوجه كلمة قوية للمرضى كورونا والطاقم الطبي، وين شنا كيفاش نقولوا بلي كل أسلاك الأمن مسؤولين راهم شعب أطباء كل جزائري راهم متكاتفين من أجل محاربة هذا الوباء. شنا كيفاش اليوم عمدة في الشرطة وين يناشد أطباء، يناشد مرضى في عين تيموشن ويدعي لهم بالخير والشفاء ويدعي للجزائر. شوف الناس كيفاش لبيك اليوم ذلك، والله العظيم أقسم لكم بالله العلي العظيم، كنت نهدر مع واحد راه في فرنسا جزائري، هو منا مجويه مازونة وجزائري، وكما قال لي أنا فرنسا ما يبغوهاش، قال غالب خبزة قاستهم فماك وصعي مكتوب برك، بصح ماشي جميع اللي ساكن فماك يبغي فرنسا. نعرفوا احنا اللي يهضروا معنا، نعرفوهم كي دايرين، نعرفوا بلي والله ما يبغي فرنسا خبزة، الله غالب بداته، الله غالب أمور داتها، الله غالب شي كيما الناس مفرخ يروح فماك يلبس لك سروال مقطع يبدا يقول لك بلاد كي والو، بلاد مخنزة، تحيا فرنسا بلاد. على بالك شنو دايرين شركات تاع كاين شركات، كاين الشركه اللي راه بدا 2000 3000 خدام، 20000 خدام سوسيتي، هذو لي سوسيتي كاين اللي راه بدا 20000 خدام. عباك بلي طلق بتضربك الناس خدامه تاعو، قال لهم لا بيتولوا تخدموا، خاطر فرنسا نهار الاول الحكومه اش دارت لهم؟ قالت لهم طلقوا الخدامه تاعكم يدخلوا في ديارهم، وحنا اعطوهم خلصه تاعهم، وحنايا كاين اللي راه يكذب يقول فرنسا دايره 1000 اورو، لا 1000 اورو، هذيك 1000 اورو كيما قاعد يتهموا فيا انا الجزائريين اللي يبغوا الجزائر. قال لك حنايا 1000 اورو ماشي تاع فرنسا، تاعنا حقنا خدمنا، ماشي كيما هنايا، ماشي كيما هنايا قاعدين ويخلصوا خلصة تاعهم كاملة. وزيد قال لك فرنسا قالت لي سوسيتي هذو، قالت لهم انا صايق ما غاديش نعطيكم العمى كيما نقولوا احنا 30% ولا 40، نتوما خلصوا 50 وحنا نخلصوا 50. قالت لهم صايق ما نعطيكمش مكاش، ما عندناش دراهم. طوماطيش قاعد يحكي لي، قال لي داير لي فيديو، قال لي هاي الطوماطيش، قال لي كان دير وقيله مع شعال دي، قال لي طلعت 5 اورو ولا مع شعال اللي طلعت، قال لي من 2 لورو، قال لي طلعت 5 اورو، قال لي خضره مكاش، سلعه مكاش، قال لي راهم يناشدوا راهم يطلبوا. مع شجا قال لي مع شجا كان يخلص، قال لي كنت نخلص 30، قال لي راني خلص 35، قال لي كثر خير الالمان راهي واقفه معانا كيما قالها لي، قال لي المرضى رانا ندوهم الالمان، قال لي المرضى رانا ندخلهم الالمان ورانا ناكلوا الخضره والسلعه من عند لي زالمو، راهم يجيبوا لنا الجزائريين، راه ها الجزائري متكاتفين. قال لي ما نعرفهم، قال لي يدخلوا لنا ويجيبوا لنا السلعه، يعطونا السلعه، قال لي نعيطوا لهم يعطونا السلعه يجيبوا لنا السلعه، جزائريين بعضهم بعض، جوا يا الالمان فرنسا الالمان باش يكون على بالكم. بعد يجي طريطري يبدا يطرطر علينا هنايا، ها باش ندخلكم لي فريسانكم، تجوش تقولوا بلي الجزائر فرنسا راهي تطلب، راهي تطلب، راهي تطلب، راهم يطلبوا اقتصاد طاع عندها، ما عندهاش شي ياكلوا، ما عندهم شي ياكلوا. حنا اللي هنا يعرفوا في كورونا يجوا يطيحوا عليك، يربدوك منا طاف طيارات طاف 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 بالعاني، ما يهربوا ويخلوك ما والو. شايد فرنسا قال لك انا ولدي طلعت له الحمه، عيطت لهم قالوا له يمكن له تجيبو ومكان له نجو، ما غاديش نجو خليه فمك. هذا السيد يهدر معايا باش يكون على بالكم يا جماعه، كاش يغلطوكم؟ حنا نتمنوا خاوتنا برك ربي يحفظهم، هذا مكان الجزائر الاحرار اللي فمك، ربي يحفظهم ان شاء الله، هذا مكان. حنايا ماذا بكم سمعوا معنا هذا الشرطي، شوف كيفاش هذا الشرطي سمعوا شو معنا كيفاش يدعي، كيفاش ناس تدعي، كيفاش مكاش هذه مكاش. شوف
خاطش علاه ولا يديرونا اش يديرونا؟ يقول لك هذيك هذيك لي فرونسي هذيك في اسبانيا لا بوليس يجوا يبداو يرقصوا مع الشعب. قالك احنا فانك عندنا لا بوليس هم يهضروا مع الشعب. ها اسمع. امين يا ربي ان شاء الله ما تخيبناش. امين يا ربي ان شاء الله المرضى تاعنا اللي مرضوا بهذا الوباء ما يشافيكم. امين يحفظكم. امين يا ربي ان شاء الله هذا الاسلاك الامني جاتكم والشركه ان شاء الله نعم بالطلبه. امين الله يشافيكم يا ربي. امين. ها هو آمين يا رب. آمين. يا الله 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 يا والله يرحم الشهداء. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء. ها ولا مسكين هذا يشوف. ها ولا ها ولا هذا مريض. ها ولا ها مريض كان يشوف باش يكون على بالكم. ها الجزائريين تحية الجزائر الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء يا ربي. الله يرحم الشهداء. تحية الجزائر. تحية الجزائر كاع أسلاك لارمي لا ديوان شرطة حماية المدنية بلدية ولاية كلش جندين معاكم. رانا نفدو بحياتنا معاكم كنا مجاهدين. اوكي هذه قضية جهاد وخدمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله. بارك الله فيكم. الله يمشي شكرا. تحية الجزائر. بلي فيني. المرضى يقيسوا في الورد يقيسوا ها الشهر. يقيسوا في الورد مرضى كلش. أيوا ها الجزائر. شوش اللي تجينا تلعب هنا يا تجي باين تلعبوا معنا قرد مكاش قرد مكاش. زبيدة عسول قالت لهم انا فرنسي راحت اللي كنتوا تدافعوا عليا كانت تدافع عليكم. زبيدة عسول كانت تدافع عليكم قالت لهم جو انا فرنس راحت. باباها ماكرون دار خطاب عطاه كلام اللي فهموه هذو هنايا راحوا جاو رايحين عطاه واحد الكلمات سريه هيا جاو رايحين روحوا قلتوا لهنا ناسيوناليتي فرونسيز وقاعدين تدوا في الدراهم منا من الجزائر ما بقاش دروك. انا قلت لكم زوج خيارات جنسيه جزائريه تقعدي تخدمي هنايا انت يا دروك حقوقيه وافوكا ومنا ومنا بعطوني وكل شيء يا تقعدي في الجزائر جنسيه جزائريه يا تروحي لفرنسا بجنسيه فرنسيه. اختاروا الجنسيه الفرنسيه ما بغاوش يختاروا الجنسيه الجزائريه. الناس كانوا خدامين في السوناطراك خدامين حقوقيين خدامين منا كانوا بزوج جنسيات. هذو اللي راهم رايحين اختاروا الجنسيه الفرنسيه كانوا يدوا الدراهم هنا من الجزائر وعندهم جوج جنسيات. اما لا اختاروا الجنسيه الفرنسيه وراهم مقلعين رايحين روحوا الطريق طريق السد تدي ما ترد. هذو كانوا يخدموا بزوج جنسيات عنده فرنسيه عنده جزائريه. الدولة تاعنا المستقلة الدولة الجديدة الجزائر الجديدة فرضت عليهم زوج قالت له اختار اروح انت خدمت سوناطراك اطار اروح اش عندك من جنسية عندي زوج قالوا له تختار الجزائرية تقعد تخليهم في زوج تروح اش تختار اختار تاع فرنسا واسمع في خدمة وراح زبيدة عسول قالوا له فرنسا ولا الجزائر اختار فرنسا هي رايحة كينغوزو والامثله كثيره والامثله كثيره. تحيه الجزائر. زابشي تاع لافار زابشي تاع لافار اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع نبينوا له الحقائق الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زابشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار
وما نحبوش الرشايقه هذه، يعني راها الاولى وطنيا فينا وخيرات ربي.